بتستعد لإيه الفترة الجاية؟ أنا دلوقتي حاليا بصور في فيلم اسمه الصندوق الأسود، تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، إنتاج الأستاذ جابي خوري والأستاذ زيد الكردي، وبمثل فيه لأول مرة مع مصطفى خاطر، وإحنا الاثنين بقى واقفين جنب يعني قدام الأستاذة منى زكي، ودي حاجة أنا يعني مبسوط بيها جدا 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 لأني بحبها قوي قوي. يعني أول مرة قدام منى زكي، أول مرة أشتغل مع منى زكي، ومتحمس قوي بصراحة للتجربة. يعني طب رمضان تعقدت على حاجة؟ لا لسه، لسه في مرحلة القراية، بس يعني إن شاء الله بإذن الله قريب إن شاء الله ممكن يكون فيه. قالوا شوية إن أنت تعقدت على مسلسل مع هيفا وهبي، إيه حقيقة الموضوع ده؟ مش حقيقي، مش حقيقي خالص. وقالوا إن أنا كنت في مسلسل خالد بن الوليد، وده برضو خبر مش حقيقي يعني للأسف. أنا كان نفسي أشتغل مع هيفا وهبي، وكان نفسي أشتغل مع عمرو يوسف، بس للأسف مش حقيقي يعني الخبر.